مركز كوسموس للابتكار يستثمر في رواد الأعمال الشباب الموريتانيين والشركات الناشئة، يساعدهم على تطوير مهاراتهم ويساعدهم أيضاً على تحويل مشاريعهم التجارية إلى واقع ملموس. نقوم من خلال تحدي موريتانيا للابتكار بمنح فرصة للشباب الموريتانيين لتطوير مهاراتهم وعرض أفكارهم أمام مستثمرين ورجال أعمال. خلال المسابقة نقوم بتكوين المشاركين، وفي آخر المسابقة يقومون بعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من مستثمرين وخبراء بالمجال. تم إنشاء مركز كوسموس إنرجي للابتكار في عام 2018، ومنذ بداية البرنامج تم تكوين أكثر من 300 شاب موريتاني وتأطير أكثر من 80 شركة ناشئة وتوفير أكثر من 100 فرصة عمل. فكرة الاهتمام بالطين فكرة قديمة كانت لدي منذ سنوات الدراسة في الجامعة، وطبعاً كانت فكرة غامضة، فكرة غير ملموسة، ومع الوقت مع المطالعة ومع الاهتمام بدأت الفكرة تتبلور وتتطور شيئاً فشيئاً. ركزت عليها أكثر في فترة جائحة كوفيد، قرأت أكثر عن الطين واهتممت به. الاهتمام بالطين كان مجرد فكرة هلامية إذا صح التعبير، كنت أقرأ عنه، كنت مهتماً به، كنت أتابع المشاريع الطينية التي أنجزت في دول الجوار وفي العالم بصفة عامة. لكن عن طريق كوسموس دخلت في المشروع بشكل جدي، بشكل فعال، وتطور المشروع وأنشأت الشركة. دعم كوسموس كان دعماً متعدداً، دعماً مادياً، قدم المشروع خطوات عديدة، وكما يقال الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، كانت كوسموس هذه الخطوة، وكانت أيضاً خطوات أخرى. دعم كوسموس أيضاً كان دعماً تكوينياً ودعماً توجيهياً في مجال المحاسبة، في مجال الاقتصاد، في المجالات المالية العديدة. مشروع بنيان يتقدم شيئاً فشيئاً. لدينا الآن الوسائل اللازمة لإنتاج الطوب، لإنتاج اللبن المضغوط المصنع عن طريق الأجهزة. بدأت أيضاً تتكون لدينا شبكة علاقات ليس فقط في موريتانيا وإنما في دول الجوار. صار لدينا تواصل مع المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، هو مركز متخصص في الطين. لدينا أيضاً تواصل مع مؤسسة أسوسياسيون فوتني بيان في سنغال وفي بوركينا فاسو. لدينا أيضاً أو حضرنا بعض الدورات، منها ما هو افتراضي ومنها دورات ملموسة هنا في موريتانيا، ودورات أيضاً في الهند مع مختصين في المجال. نتمنى أو نرجو أن تصير بنيان من الشركات المهتمة والمتخصصة في العمارة الإيكولوجية، في العمارة الطينية. العمارة الطينية هي رجوع إلى الأصل، هي عمارة الماضي كما أنها أيضاً عمارة المستقبل. نتمنى أن نكون من بناة هذا المستقبل عن طريق العمارة الطينية. أنصح كل من لديه فكرة أو مشروع قائم بذاته، مشروع إيكولوجي، مشروع يخدم الاقتصاد الأخضر أو يحول إشكالية معينة، أن يشارك في تحدي موريتانيا للابتكار هذا العام. تحدي سيستفيد منه كثيراً مهما كانت المرحلة التي سيصل إليها. هذا العام نقبل مشاركين من جميع القطاعات، وبالتحديد الذين لديهم مشاريع جاهزة أو شركات ناشئة على استعداد لدخول السوق. للمزيد من المعلومات يمكنكم أن تزوروا صفحة المركز على الفيسبوك. نتمنى حظاً سعيداً لجميع المشاركين هذا العام.